من نام عن وتره ناسيا ثم لم يقضه بعد طلوع الشمس. من يقول من نام عن وتره، من نام عن وتره ناسيا، نعم، ثم لم يقضه بعد طلوع الشمس ناسيا، فهل يقضه الليلة الثانية؟ لا، وقت قضاء الوتر ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، إلى زوال الشمس، ما يقضيه بعد الظهر ولا يقضيه بعد العصر ولا يقضيه في الليلة الثانية، انتهى وقت القضاء. نعم.